شكرا جزيلا. وسعيد سعيد جدا لأن يكون معنا على قناة النادي الأهلي. هي احنا كمان سعداء جدا، بس في البداية حابة أعرف من حضرتك حقيقة الاتجاه لتعليق النشاط الرياضي في البرازيل بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا. مساء الخير على الجميع، وباهتمامكم به بيشكركم عليه. بيتكلم عن البرازيل، الرؤية بالنسبة لفيروس كورونا في البرازيل بالنسبة للعالم كله هو أمر عادي، ولكن هم يعيشون بشكل طبيعي، ولكن المشكلة في الدعاية الغير صادقة عن هذا الأمر في البرازيل. هم يقومون بالإجراءات الطبيعية من الماسك وغير ذلك، ولكن يحب أن يقول أن الحياة تسير بشكل طبيعي. يعني ما فيش أي كلام، يعني ما فيش أي اتجاه فعلا لتعليق النشاط الرياضي، الدنيا ماشية بشكل طبيعي رياضيا في البرازيل. يا حتى اليوم، الامور تمر بشكل طبيعي جدا، ولكن ربما يكون في اتجاه لدى الحكومه في الفتره القادمه في البرازيل لهذا الامر، ولكن هذا حمايه للشعب البرازيلي كما يقول، ولكن حقيقه الامر والحياه اليوميه عندهم تمر بشكل طبيعي. الأمر يتعلق بالحكومة البرازيلية أنها تريد أن تحمي البرازيليين أو تأخذ إجراءات احترازية أكثر، ولكن في حقيقة الأمر بالنسبة للحياة هي أمر طبيعي جدا والحياة تسير بشكل طبيعي. طيب هل ممكن نقول أن أزمة كورونا أثرت على مستوى كرة القدم في البرازيل من حيث تصدير اللاعبين المميزين لأوروبا مثلا، أو حتى على مستوى الفرق خصوصا بعد المستوى المتواضع اللي ظهر عليه فريق بالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس واحتلاله لأسوأ مركز في تاريخ مشاركات أندية أمريكا اللاتينية بكأس العالم للأندية، بعد طبعا ما جه في المرتبة الرابعة بعد خسارته لمباراة المركز الثالث قدام النادي الأهلي؟ البالميراس لم يكن على المستوى، وليس له علاقة بالفيروس، ولم يكن هناك لاعب واحد من اللاعبين على المستوى المطلوب منه، كانوا دون المستوى في المسابقة الأخيرة، ولكن هذا لا يرجع إلى فيروس كورونا. طيب كنت عايزه اسالك طبعا على انه هل ممكن فعلا ان احنا نشوف الفتره اللي جايه، او هل بتتوقع تاجيل منافسات كوبا امريكا المقرر اقامتها الصيف اللي جاي خصوصا بعد قرار تاجيل تصفيات كاس العالم في امريكا الجنوبيه؟ حتى اللحظه بالنسبة لمن يقومون على هذا الأمر، حتى اللحظة هو يرى من الممكن أن يكون ذلك، ولكن بالنسبة للفترة القادمة لا أحد يعلم كيف ستكون الأمور. إذا كان من الممكن أن تسير الأمور إلى الأمام فسيكون الأمر كذلك، وإذا حصل عكس ذلك فبالتأكيد سيكون هناك قرارات حاسمة في هذا الأمر. طيب شايف إزاي حظوظ المنتخب البرازيلي في المنافسة على لقب كأس أمم أمريكا الجنوبية العام ده من وجهة نظرك؟ يرى أن منتخب البرازيل مستعد بشكل جيد حتى اللحظة، عنده فريق متميز ولاعبين متميزين، اللاعبين بشكل عام جميعا على مستوى طيب،
وكل الأمور تسير بشكل جيد لمصلحة منتخب البرازيل ليظهر بالمظهر اللائق به في الفترة القادمة. طيب أكيد لازم أسألك على رأيك في المستوى اللي بيقدمه النجم البرازيلي نيمار مع فريق باريس سان جيرمان، وهل تتوقع أن ينجح نيمار في قيادة نادي باريس سان جيرمان العام ده للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ باريس سان جيرمان، بعد طبعا ما خسر النسخة اللي فاتت قدام بايرن ميونخ في النهائي؟ يعني يعتقد أنه من الممكن إن شاء الله أن يكون سان جيرمان هو الفريق الفائز بالشامبيون الأوروبي، واللاعب البرازيلي هو لاعب مميز، ولكن هو لا يعرف كيف ستكون الأمور، ستسير الأمور بالنسبة للاعب في الفترة القادمة، ولكن حتى اللحظة يتوقع ويتمنى له أن يكون بالشكل الملائم والمتميز. حاسة الموضوع يمكن عد عليه وقت شوية، بس عايز أسألك برضو، شايفة أن نيمار أخطأ في رحيله عن برشلونة، وأنه رغم انتقاله لفريق باريس سان جيرمان، بس هو لحد دلوقتي مش النجم الأول في ظل تألق طبعا زميله الفرنسي كيليان مبابي؟ يعتقد أن الأمر الطبيعي، مثله مثل لاعبين كسر ينتقلوا من نادي إلى آخر، وهذا أمر طبيعي ومن الممكن أن يكون أمر جيد. وبشكل شخصي يعتبر أن قراره كهذا كان قرار جيد وفي مكانه الطبيعي. ولكن وبالنسبة له يعتقد ويظن أن باريس سان جيرمان بالنسبة للاعب نيمار هو أفضل في وجوده في سان جيرمان، أفضل أن يكون في برشلونة في الوقت الحالي. طيب، كنت من أفضل اللعيبة البرازيليين في تاريخ الدوري الفرنسي في القرن الأخير حسب تصنيف بعض المواقع الرياضية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، إيه تقييمك دلوقتي لجودة الدوري الفرنسي والتنافس اللي بين الأندية في الفترة الأخيرة، طبعا مقارنة بالدوريات الأوروبية الثانية زي الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي؟ اليوم الدوري الفرنسي اليوم ليس كما كان من قبل، والمستوى أقل بكثير من ذي قبل، وعليهم أن يحاولوا أن يتعاقدوا مع لاعبين على مستوى طيب من الخارج، وبشكل عام الدوري الفرنسي يحتاج إلى تدعيم الصفوف بالنسبة للاعبين متميزين، كما هو الحال في الدوري الأسباني والدوري الإنجليزي والدوريات الأخرى، وعليهم أن يجلبوا أفضل لاعبين متميزين في العالم. هذا ما يحدث في الدوري الأسباني والدوري الإنجليزي، ويجب أن يكون هكذا في الدوري الفرنسي. وما يكون في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي هو بسبب الدعم المتواصل في هذا المجال. لو في زي ما بتقول دعم كبير من أكبر وأفضل اللعيبة في العالم للدوري الفرنسي، مين اللعيبة العالمية اللي بتتمنى أن أنت تشوفها في الدوري الفرنسي، مختلف الأندية في الدوري الفرنسي؟ يتمنى أن يرى كل اللاعبين المتميزين في أنديتهم أن يكونوا في الدوري الفرنسي، ويذكر في ريال مدريد وفالنسيا وكل هذه الأندية، يتمنى أن يراهم يوما ما في الدوري الفرنسي. وبالتأكيد سيكون لهم الحظ مثل ما كان هو. وإحنا بنتكلم على أفضل لعيبة في العالم، حابة أسألك من وجهة نظرك بتشوف مين أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم؟
في هذه اللحظة يكون ميسي هو أفضل لاعب من وجهة نظري. بالنسبة لوجهة نظري يقول أن ميسي هو أفضل لاعب حتى اللحظة في العالم. طيب كنت لعبت الحقيقة مع ميدو ومع دروكبا، عايز أعرف الكواليس أو العلاقة بينك وبين اللاعبين دول، فلعبت معهم في الدوري الفرنسي. ممتازين ممتازين، وكانت له علاقة تربطه بميدو. كان فرصة اشتراك أحمد ميدو أقل من دروكبا، لأن اشتراك دروكبا كان بشكل أكبر، ولكن كان بشكل عام كان لاعب مميز، لاعب متميز في وقته، واستمر معه حوالي سنة كاملة في نادي مارسيليا، ومن مباراة لأخرى في ذلك الوقت كان له مستوى متميز وأفضلية في الفريق في ذلك الوقت. أكيد. طب ما هي أسباب التراجع الكبير لفريق أولمبيك مارسيليا من وجهة نظرك، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الأوروبي؟ إيه اللي بيحتاجه النادي الفرنسي عشان يستعيد هيبته اللي فاتت، خصوصا أنه هو كان ليه باع كبير في البطولات الأوروبية وفي الدوري الفرنسي، وكان يعني فيه العديد من نجوم كرة القدم العالمية؟ إيه اللي محتاجه النادي تاني غير أنه هو طبعا يدعم صفوفه بلعيبة كبيرة؟ يجب أن يغيروا عقلية بالنسبة للاعبين والالتزامهم وإصرارهم على الفوز، وهو واحد من أفضل أندية أوروبا، ويمتلك من اللاعبين المتميزين الكبار المعروفين، ولكن من وجهة نظري هو فقط التركيز على كيف يكون هناك تركيز في مبارياتهم. بشكرك جدا مستر فريرا، نجم البرازيل وفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي السابق، كنت معنا على شاشة قناة الأهلي.